كافي معكم عالم الصباح. سؤالي طرحته على صفحة الفيسبوك الخاص فينا هو مين الأشخاص اللي برأيكم مشهورين وما بتلبق لهم الشهرة أو ما لازم يكون هالقد عندهم جماهير؟ عنا هلا رح أقول على السريع 2-3 كومنتس وانتقل على المطبخ. عنا هلا عبد الوهاب مصري بتقول ميليام كلينك، جو رعد، هشام حداد، ماريو ويلي مثلون. مادلين بتقول بصراحة ناس كتار وما بتلبق لهم الشهرة. بالتي بتقول سؤال غير محدد لكن هنالك كثيرين، وبالنسبة إلي النجم الوحيد بالوطن العربي هو الشاب خالد. عنا جوري بتقول كل ما ثانك يو عم تغزل فيي، ميرسي لك جوري. في عنا سمية بتقول كتار ولازم يكون الكل ببيوتهم. انا بدي اسماء، انتوا عم تجربوا تهربوا يعني من الموضوع. عنا اميره بني بتقول صباح الخير رولا، بتمنى انه العالم يتطور بالافكار، يعني بدل انتقاد الناس شو لابسه اذا الفستان مضعفه او لا، نركز على الافكار والتصرفات ونتذكر دائما انه كل واحد بيشوف الامور من وجهه نظر مختلفه عن الاخر نسبيه. نحترم رايك. رائده احمد بتقول كله بالشقلوب والمقلوب يا حلوة، الله يسعدك وصباح المشاهدين الكرام. شكرا لك. رح نرجع نشوف بعد شوي إذا تتجرأوا تكتبوا لنا أسماء ونحن بنقولهم على الهواء. رح ننتقل هلأ معكم على المطبخ ورشة ملح مع الشيف حسين. صباح الخير من جديد لكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا. مثل ما عم نشوف قدامنا بلشنا بالمنزلة الباذنجان، حمينا الزيت، جبنا الباذنجان لطيناه بالطحين، وعم نقليه طبعا بعد ما يكون الزيت حامي لحتى ما يشرب الزيت. لكن عندنا باذنجان لطيناهم طحين صاروا بالزيت، زيت حامي، نرجع بنقول لحتى ما يشرب الباذنجان زيت. طبعا نحن هون بلشنا بالمنزل الباذنجان. في عندنا الصلصه اللي رح نحضرها بصل جوانح، ثوم ناعم رح نحط لها من الحمص، ورب البندوره رح نحط لها من الكمون والقرفه، رشه ملح، ناخذ نكهه كثير طيبه ونكهه كثير لذيذه. الطبق الثاني اللي بلشنا فيه اللي حطيناه بالفرن على درجه حراره 180 درجه للدجاج اللي طحناه مع حطينا معه زنجبيل اخضر، حطينا معه زنجبيل ناعم، رشه ملح صغيره، وما ننسى الفستق الحلبي والبيض رشه ملح، كلهم طحناهم دعكناهم مع بعض، جبنا الومنيوم فويل، حطينا شوي من زيت الزيتون بالالومنيوم فويل ولفيناهم بشكل بونبون وفوتناهم على الفرن. كمان بلشوا يقشرفوا على نهايتهم وبلش الدجاج يستوي. طبعا نحن عم نحكي اذا الدجاج مفروم بده يوصل ل 74 درجه لحتى يكون وصل لقمه الاستواء. هون الباذنجان بالقلايه بهالشكل هيدا، تركينه نحن شوي لحتى ياخذ اللون. بلشت انا بالباذنجان بهاي الصينيه، بلشت قلي قبل الهواء، يعني في عندي هول الباذنجانات حاطين نحن محرمه تحتهم لحتى تمتص ايضا الزيت. طبعا رح بلش انا كمان احط البصل جوانح، رح افرم بصل جوانح، رح اضيف بصل الجوانح بالطنجره قليهم مع شويه زيت زيتون، ورح نضيف لهم من الثوم الناعم، رح نضيف الحمص ورب البندوره. طبعا الطبق الثاني مقدم معه بطاطا مشويه، بطاطا مشويه صارت كمان بالفرن بعد ما كنت مغسل القشره الخارجيه ولففها بالالومنيوم فويل، رح اقدمها مع الالومنيوم فويل. في عندي من الخضره سوتيه، من الخضره المشكله، جزر، الكوسه، الفليفله الملونه، كمان رح نصفها شوي ايضا بالزبده ونضيفها لطبقنا الطبق الرئيسي اللي هو الدجاج بفستق الحلبي. لكن انا رح كفي فرم البصل، رح احط زيت زيتون بالقلايه، رح احط التومات قليهم، وباخر فقره رح نحط الحمص انا وياكم، ورح نحط رب البندوره. وبهالوقت بدي ارجع لعند رولا وضيوفها. شكرا لك شيف، ضيوفنا صاروا حاضرين معنا كمان بالاستوديو. بدي رحب بزينب حمود منسقه برنامج التعليم المستدام لشهاده جندر اند ديفلوبمنت اند هيومانيتيريان اسيستنس، وكمان بدي اقول اهلا وسهلا بتالا حرب ممثل معهد الدراسات النسائيه بالعالم العربي بجامعه الاليو. اهلا وسهلا فيكم. انتم اليوم معنا لحتى نحكي عن معهد الدراسات النسائيه بالعالم العربي والتعاون مع الجامعه
اللبنانية الأمريكية. بالبداية لنعرف أكثر عن شو عم نحكي، شو هو هذا المعهد، معهد الدراسات النسائية بالعالم العربي؟ رح بلش مع تالا. أوكي، هو الجامعة اللبنانية الأمريكية LAU هي كانت جامعة للبنات. يس. ولما صارت مختلطة انشأوا هيدا المعهد، معهد دراسات النساء بالعالم العربي ب 1973 ليحافظوا على ارث الجامعه اللبنانيه. اوكي. وهيدا المعهد بيهدف الى تمكين المراه والعمل على وضع اذا بدك تحقيق العداله الاجتماعيه. هو هيك بمختصر مفيد بيستند على خمس اعمده. واحد اول عمود هو التعليم والتربيه، ثاني عمود هو الدراسات والابحاث، ثالث مشاريع وبرامج التنميه الاجتماعيه، وبعدين عندنا التواصل والتشبيك، واخر واحد هو للبرامج للاليو لنشارك التلاميذ والاكاديميين والموظفين. فاذا هو لحتى تنخرط المراه اكثر بالمجتمع وتكون عندها اهداف معينه. طيب شو هو في تعاون عم بيكون قائم بهذا الموضوع ان كان بين الاليو ومعهد الدراسات النسائيه بالعالم العربي؟ هو في عده معاهد عم يكون في مشاركه؟ حوضح لك اياها. هو بالال اي يو المعهد والسي اي بي يلي هو البرنامج التعليم المستدام هن مؤسستين بالال اي يو اساسيين ما بيتجزأوا عن الال اي يو، يعني الال اي يو حاضنه هدول المؤسستين. نعم. صار هيدا الجي دي اتش اي اللي حنحكي عنه اليوم يلي هو جندر اند ديفلوبمنت اند هيومانيتيريان اسيستنس، هو تعاون ما بين السي اي بي والمعهد. نعم. هلا السي اي بي هو بالال اي يو بيقدم عدد من البرامج وعنده تقريبا فوق ال 55 برنامج يلي هو بيجزم بين الشهاده الجامعيه ومتطلبات السوق العملي. نعم. كرمال من بعد هو للادلت اديوكيشن، يعني كل شيء من بعد البوست جراديويت او اذا كان بعده بالجامعه. سو هيدا السي اي بي عنده كل هدول البرامج. والمعهد قرروا يتعاونوا ويعملوا الجي دي اتش اي بروجرام، وكمان تعاونا مع ال HREA. ال HREA هي ال Human Rights Education Associates. يعني هو صار له زمان هذا المعهد؟ قديه صار له يعني؟ بس قلت لي انه عم انه فكره من 73 المعهد الدراسي. اه واو. اوكي هالقد وقت يعني. صح. بس الدبلوم اللي عم نحكي عنه اليوم اللي هي الجي دي اتش اي هي دبلوم جديده هلا انطلقت، كان الافتتاحيه للدبلومه من شي جمعتين بالال اي يو. اوكي. كان في باستضافه السفاره النيذرلاندز ورئيس الجامعه كانوا كلهم موجودين وتعاونوا سوا ليعملوا هيدا الجي دي اتش اي الدبلومه اللي عم نحكي عنها اليوم مع الاتش اي اي اللي كنت عم اقول لك عنها اللي هي بيست النيذرلاندز. وهيدي الهيومن رايتس اديوكيشن اسوسييتس هي الفوكس تبعها الاديوكيشن بالهيومن رايتس. حلو. طب اذا بدنا نحكي عن البرنامج، برنامج التعليم، شو هو لهيدي الشهاده؟ اوكي، فهي بالعربي الجندر في مجال التنميه والمساعدات الانسانيه. هي هيدي الدبلومه بتهدف لتخريج خبراء يعني لمعالجة الفوارق بين الجنسين وليستجيبوا على أو إلى احتياجات المجتمع وتمكينهم بمهارات كمان لقدروا أكتر يطبقوا بدك الفرق اللي عنا إيه والمشاكل الفراغ اللي عنا إيه والمشاكل بالمجتمع. هلا عندها بتستند على أربع مبادئ أساسية. أول مبدأ هو هي معتمدة عالميا لأنه مثل ما فسرت زينب قبل أنه هو فريق العمل خبراء كل واحد باختصاصه وأنشأوها. وكمان شيء كتير مهم عن هذا الدبلومة، فريق التعليم اللي رح يعطي الدبلومة هن مؤلفين من خبراء عالميين ومحليين من يعني مش محليين فقط، عم يكون في من مختلف الجنسيات يلي عندهم اذا بدك مثل ما قلنا الخبره الكافيه. مزبوط. وحتى أوكي. كمان عندنا الناشطين الباحثين، حتى عندنا اعضاء من الامم المتحده واعضاء من منظمات غير حكوميه عالميه مثل الانترناشونال ريسكيو كوميتي، رح يعملوا كمان رح يعلموا معنا هدول الكورس هذا الكورس. وثاني مبدا هو مثل ما نحن بما انه ملتزمين بتحقيق الاهداف التنميه المستدامه اللي اطلقتها الامم المتحده ب 2015 ندعي لاكبر عدد من وكل شرائح
المجتمع ليقدموا على هيدي الدبلومه اللي رح تزودهم بمهارات ومعلومات لتخلينا كلنا سوا نوصل لتحقيق هول الاهداف. مزبوط. وثالث نقطه وكثير مهمه بمجتمعنا اللبناني والعربي هي انه بتفتح مجالات ليدخلوا على سوق العمل، لانه عم يتعاملوا مع خبراء ومع الفريق التعليم اللي هو بيقدر كثير يفتح لهم اذا بدك افاق، وكمان لانه نحن بامس الحاجه لخبراء بهول المجالات طبعا. يعني الجندر، التنميه الاجتماعيه، التنميه هو عم بيكون بس التعاون مع او يعني المشاركه مع جامعه الايو، معقول هي يمكن تتوسع وتصير بغير جامعات؟ لانه عم تحكي يمكن شيء جدا مهم. هي الدبلومه يعني؟ نعم الدبلومه هي لكل العرب، لكل العالم كمان. آه، بس نحن كعرب مش صورة. لا 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 للاليو لا 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 أوكي. بالعكس كل شرائح المجتمع، وحتى يعني مش بس مثلا للنسوان لانه عندها ترتكز شوي انه بتركز على الجندر، هي نحن بنشجع الرجال والناشطين وحتى الشركات الخاصه لانه كلنا بدنا نشتغل لتحسين المجتمع. فهيدا. واخر نقطة بركي زينب بتقدر أكثر تعطي إذا بدك تفاصيل لوجستية، وبركي كثير ناس عم تتساءل عن هيدا الأمر، هو التكلفة كلفتها هي كثير معقولة ومدروسة كثير منيح وكل شيء. زينب لكن خبرينا شو الكلفة إن شاء الله ما تكون كثير باهظة يعني. إيه بس قبل بدي أقول إنه رئيس الجامعة دكتور جوزيف جبرة دائما بيقول إنه إذا التلميذ أو اللي بده يفوت على هيك بروجرام مش قادر يجي على الجامعة ليدرسها، الجامعة بتروح لعنده. أكيد. فكرمال هيك سي اي بي يلي هو البرنامج التعليم المستدام اللي بالالايو بيفتح عدة فروع بكل مناطق لبنان، كرمال بدهم الكل اللي بالشمال او بجنوب او بيروت كلهم يقدروا ياخذوا هيك بروجرام، لانه مثل ما قالت تالا هيدا نحن بأمس حاجة لهيك بروجرام. نعم. فمن هون نحن بندرس الاسعار كثير منيح لا يقدر كل واحد يفوت على هيك بروجرام، ففي عده ديسكاونتس موجوده لهيدا البروجرام. واحد منهم مثلا اذا جايين من شركه ثلاث اشخاص بيطلع لهم مثلا 25% ليقدروا يفوتوا على هيك بروجرام، لانه نحن بامس لانه جايين ثلاثه مع بعض كمان يعني. صح. في اوكي. وفي كمان اذر انواع ديسكاونتس كمان كرمال مين ما كان يقدر، و بدنا نركز على انه كمان هيدا البروجرام لانه نحن بحاجه له مش بس بلبنان، بالعالم العربي كمان هيدا البروجرام فيهم يحضروه كمان اونلاين. اوكي. يعني مين ما كان من حيالله بلد برا انترستد بهيك بروجرام بيقدر يشارك فيه. الانستراكتورز هن انترناشونال كثير عندهم خبره، كثير درسوا بالموضوع، فبيقدروا يعطوهم انف اكسبيرينس او خبره كافيه لهم. بالضبط. نعم مثل ما كانت عم تقول تالا يعني. صح بالضبط. فكر من هيك عملناه اونلاين وبكل انحاء لبنان كرمال. نعم. مين ما كان يقدر. شو بتحبوا تقولوا كلمه اخيره لانه كمان خلص وقتنا ومضطرين نسكر، في شيء بتحبوا تقولوه؟ فاذا البرنامج هو موجه للكل اللي حابب انه يشارك فيه، وهو ايمتى المفروض يبلش؟ هو من بعد جانيوري 2017. بجانيوري 12 اول صف محطوط يبلش. أوكي. وهلا نحن جانيوري 2017 17. Yes. أنا بحب أقول شغلة أخيرة هي إنه المعلومات إذا حيالله حدا بده يسأل موجودين على الويب سايت، إذا بفوتوا على الـ LEU بالسي إي بي أو بالويب سايت تبع المعهد كل المعلومات موجودة. الإيميل تبعي موجود إذا حدا بده أي أسئلة، الأبلكيشن موجودة إذا حدا بحب يعبيها ويبعثها. فسو فيهم يتواصلوا معكم. صح. ثرو إنترنت ثرو الويب سايت. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. بيك بنرجع بنكفي على الصبح.